نروح لفاصل ولا ايه؟ نتكلم نكمل بقية الجلسة. طيب تعالوا بقى نكمل بقية الجلسة، علشان دي كانت برضو النهاردة، اليوم النهاردة في المجلس كان طويل جدا ومليان مناقشات، من أكتر الأيام المجهدة كان هذا اليوم. مجلس النواب النهاردة وافق على خفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية الخفيفة، مش العربيات، الخفيفة، لسن 16 سنة. التراخيص لسن 16. طيب ليه ايه يا يوسف؟ لانواع محدده معينه اسمها مركبات اليه خفيفه، وبالمناسبه المواصفات بتذكر بعد كده في حاجه اسمها اللائحه التنفيذيه للقانون، يعني المواصفات بدقه دي بتبقى موجوده في اللائحه التنفيذيه بتاعه القانون. احنا معانا على تليفون سياده الله محمد صلاح ابو هميل، عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا زوجوشك، ازاي صحتك؟ كله تمام؟ سعدت بلقاء حضرتك في لجنه الشباب النهارده. والله كلنا النهارده كنا سعداء بالاجتماع بتاع لجنه الشباب، كان طويل بس ولجنه شباب ورياضه بس عشان الموضوع النهارده كان رياضه، بس نبقى نتكلم عليه بقى في بس الموقع نشرت، نتكلم عليه في يومه بقى. عايز اتكلم شويه على مساله قانون المرور النهارده وتعديلاته، والموافقه على منح سن 16 سنه ترخيص لقياده مركبات اليه. انا كنت بقول انه مركبات اليه بمواصفاتها التفصيليه دي هتبقى في المذكره التنفيذيه للقانون، مظبوط كده؟ بالظبط كده. هو الحقيقه عشان نوضح للساده المشاهدين، هو المساله يعني بعض الناس بتتصور من التوك توك او لبعض الموتوسيكلات اللي هي ثلاث عجلات، لا، هو للدراجه الاليه الخفيفه جدا اللي هي بعجلتين واللي بيستخدمها فرد واحد فقط. واللائحه التنفيذيه زي ما سعادتك قلت هتوضح المواصفات الخاصه بهذه المركبه او هذه الدراجه الاليه الخفيفه. جميل. وحتى السيد اللواء مندوب وزاره الداخليه اشار النهارده الى انها سرعتها لن تزيد عن 60 كيلو في الساعه. يعني مش موتوسيكل بتاع السباقات او الحاجات الضخمه دي، لا، هو هيبقى موتوسيكل خفيف من الممكن يقصد به بعض الناس يستخدمه، بعض الشباب الصغير اللي عنده 16 سنه يقدر يستخدمه وهو رايح الكليه وهو رايح النادي، بحيث يبقى اداه من ادوات الانتقال الخفيفه، زي يمكن حضرتك اكيد سافرت الصين وشفت الدراجات المستخدمه هناك، حاجه على نفس النمط ده، ولكن دي يمكن موتوسيكل لان في مصر صعب قوي الانتقال بالدراجه. ده طبعا بالتاكيد فلسفته استاذ يوسف انه هيخفف الزحام المروري، يعني من الممكن الشاب بدل ما يركب مواصلات عامه ويزيد من زحامها هيستخدم هذا الموتوسيكل يعني الخفيف. ده التعديل الاول زي ما حضرتك عارف. عظيم جدا. طيب التعديل الثاني أيوة. الحكومه برضه قدمته، وهو يعني باختصار شديد جدا بيبقى بيننا وبين بعض الدول اتفاقات تتعلق ببعض التسهيلات لسيارات النقل الثقيله اللي بتتنقل ما بين الدول لنقل بضائع او نقل مواد اخرى. يعني فالاتفاقات دي ترجمناها في شكل ماده في القانون ان هيبقى في تسهيلات مروريه في دخول هذه السيارات لمصر، وايضا هيبقى في تسهيلات لسيارات النقل المصريه لما تنتقل لهذه الدول حامله بضاعه مصريه. يعني دي بتبقى اتفاقات دوليه ما بيننا وبين اي دوله طبعا، سواء دوله مجاوره او دوله اخرى. يعني ده باختصار برضو الماده الثانيه اللي الحكومه قدمتها. في المادتين دول الحكومه تقدمت بيها، في ماده ثالثه أيوة. تقدم بيها سياده النائب محمد عبد الرحمن راضي، وده عضو زميلنا في لجنه الدفاع أيوة. والامن الوطني والامن. الحقيقه ده برضو موضوع مهم جدا، الملصق اللي بيتركب على السياره يا يوسف ده احيانا مالك السياره بينزعه او لا يتم تركيبه. فالجزاء كان في الاول ان احنا بنسحب رخصه اللي سايق العربيه. بالظبط. دلوقتي عدلنا زي التعديل العربي استاذ محمد ايوه، ان احنا نسحب رخصه تسيير المركبه، لان احنا لما كنا بنسحب رخصه السائق كانت العربيه بتستخدم ايضا من سائق اخر. فما بنحققش الهدف من سحب الرخصه. مظبوط. انما لما نسحب رخصه تسيير المركبه هنحرم صاحب المركبه انه يستخدم هذه المركبه. ده التعديل الثالث اللي قدمه سياده النائب محمد عبد الرحمن. طيب انا الحقيقه قدمت تعديل رابع، ويمكن ماده مستحدثه ما كانتش موجوده قبل كده،
وهي عمليه شتك المسافر اي دوله اوروبيه او حتى في بعض الدول العربيه منظمه عمليه الاعلانات على السيارات خاصه سيارات الاجره والكلام ده. أيوه. بشكل حضاري جدا. للاسف احنا في مصر الشكل عشوائي جدا، كل صاحب مركبه ممكن يحط ملصقات او يحط شاشه على عربيته بشكل عشوائي كده، والحقيقه المظهر الحضاري بيبقى سيء جدا جدا. صحيح. الحقيقه انا تقدمت بهذه الماده لاستخدام اعلانات موحده سواء ملصقات او شاشات على السيارات. طبعا ده يمكن هيبقى من خلال يعني لو صاحب سياره اجره مثلا عايز يركب اعلان معين على سيارته. ايوه. هيتقدم لشركه اعلان ودعايه معتمده من وزاره الداخليه. راس مالها لا يقل عن 30 مليون جنيه عشان تقدر يبقى عندها الملاءه الماليه انها تقدم لها الاف من السيارات الاجره. فلازم تبقى عندها ملاءه ماليه تقدر طبعا تقوم بعمليه الاعلانات على السياره يعني. طبعا. هذه الشركه بتتقدم لوحده ترخيص المرور القريبه منها وبتقول والله انا عايز اركب على سيارات الاجره ده الاعلان الفلاني. طبعا بيبقى فيه بعض الرسوم المفروضه على هذا الاعلان، وبيبقى فيه عقد ما بين هذه الشركه وصاحب التاكسي او صاحب المركبه. طب لو شركه من شركات الاتصالات او شركات ايا كان يعني مالكه لسيارات وعايزه تحط عليها اعلان خاص بيها يتعلق بيها هي، تتقدم على طول مباشره لوحده ترخيص المرور وبتحدد الـ الاعلان المطلوب تحطه الخاص بيها يعني. طبعا هيبقى في لائحه تنفيذيه لهذه الماده بتوضح شكل الاعلان ونوعه وتركيبه هيتم فين في السياره، بحيث يبقى في توحيد على مستوى الجمهوريه يوسف بيه بشكل حضاري بيدي انطباع كويس جدا زي ما بنشوف في الدول الاوروبيه. ده باختصار شديد جدا التعديلات اللي كانت النهارده. حلو جدا. طب على انا استاذنك يا فندم في انه بخصوص التعديل الاول الخاص بمنح التراخيص لسن 16 سنه بدل من 18 لتخفيض السن، واحنا بنحدد وبنؤكد على انه ده للمركبات الاليه الخفيفه. الاليه الخفيفه. ايوه. الموتوسيكل. هل هيبقى في تعارض ما بين هذا الترخيص وما بين قانون الطفل اللي بيحدد انه سن الطفل لحد 18؟ لانه لو تمام. حصل وانه قائد هذه المركبه الاليه الخفيفه الموتوسيكل يعني بمعنى ادق او بمعنى ابسط، افترضنا انه ارتكب شيء ما، مخالفه ما، جريمه ما اثناء قيادته لهذه المركبه الخفيفه، انا هحاسبه ازاي وهو لسه خاضع لقانون الطفل؟ تمام. سؤال كويس جدا. هو القانون 12 لسنه 96 الماده 50 فقره اولى ده بيقول في الماده اللي قبل التعديل لا يجوز منح الطفل ترخيصا لقياده اي مركبه اليه. ايوه. وحاطط العقوبه بتاعت لو الطفل يعني قام بقياده مركبه اليه. احنا عملنا تعديل في الحكومه ايضا الحقيقه اللي تقدمت بهذا التعديل وغيرت هذه الماده او عدلت هذه الماده وقالت فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا لقياده مركبه اليه. يعني اشارت الى قانون المرور الماده اللي احنا قلنا فيها 16 سنه سن 16 سنه من الممكن نمنحه رخصه تسيير مركبه خفيفه او موتوسيكل خفيف او دراجه اليه خفيفه المستحدثه وفق اللائحه التنفيذيه بالمواصفات اللي هتحطها في اللائحه التنفيذيه. حلو جدا. طب سيادة اللواء معلش استفسار كمان، انا بتقل على حضرتك. العفو يا فندم. العفو يا فندم. العفو يا فندم. بخصوص مواصفات المركبه الاليه الخفيفه وده اللي هتبقى او هيبقى موجود في اللائحه التنفيذيه، هل البرلمان هيشارك في وضع المواصفات مع الحكومه عند اصدار اللائحه؟ يعني انا بقعد افكر، هفكر بحضرتك بصوت عالي، انا مثلا اقول والله يا ريت نحدد بانه هذه المركبات تبقى كلها كهرباء مثلا، بدل ما تبقى بتدور بنزين ولا بتدور مش عارف بغاز، يعني طب ما تخلينا في الكهرباء او حتى لو بالغاز، يعني يبقى متوافقه مع الاتجاه الجديد للدوله ان احنا قدر الامكان بنقلل مستهلكاتنا النفطيه، بنتجه ناحيه الغاز، بنتجه ناحيه الكهرباء الى اخره. هل من ضمن الحاجات المقترحات، وده برضه بسأل، هل البرلمان سوف يشارك في هذه اللائحة التنفيذية انه بدل ما تبقى بس عجلتين طب ما تبقى ثلاث عجلات، او زي زمان كده كان في الموتوسيكل البولمان اللي فيه كرسي في الجنب كده، ده أأمن برضه على العيال بصراحة.
بدل ما نلاقي عيالنا شبطانه في موتوسيكلات فهنقلق. ان تمام ان التشريع اللي هو القانون ده من اختصاص مجلس النواب، اما اللوائح التنفيذيه بتبقى من اختصاص الحكومه، ده اختصاص اصيل للحكومه. ولكن احيانا بيحصل تنسيق بيننا وبين وزاره الداخليه في مثل هذه الامور، يعني بياخدوا راينا كراي يعني مفيد ليهم. ان احنا يمكن محتكين بمثل هذه الموضوعات، هم طبعا من الناحيه الفنيه بيبقوا اكثر درايه منا في طبعًا مثل هذه الامور طبعا. انما هو القانون وفقا لما عرضوا الساده اللواءات اللي قلنا من وزاره الداخليه هو هيبقى دراجه اليه خفيفه بعجلتين عشان التوك توك ما يدخلش في الموضوع، لان طبعا مشكله كبيره قوي اثيرت. انا كنت موجود في المجلس يعني كان في تحفظ كبير ان ممكن التوك توك يدخل. صحيح. قلنا لهم لا، دراجه اليه خفيفه مستحدثه لن تزيد، يعني يمكن سياده اللواء اللي كان موجود معانا في اللجنه اشار ان سرعتها لن تزيد عن 60 كيلو، او السكوتر المستخدم من بعض الاطفال حتى حضرتك بتشوفه. ايوه. ده اللي هيبقى ده محل الموضوع، وده يسهل انتقال الشباب الصغير للنادي، رايح الكليه، ممكن رايح المدرسه، يستخدم مثل هذه الاله الخفيفه، ودي الحقيقه توفر مكان لي مكان لاخرين في وسائل النقل العام بدل الزحمه اللي بنشوفها في بعض الاتوبيسات وبعض المترو. يعني يبقى احنا نقترح كده على الداخليه انه نمشيها كهرباء، فنبقى ضامنين ان المساله سهله. عارف مع وزاره الداخليه والحياة. صحيح صحيح. احنا اشرنا النهارده الى الجهد اللي بيبذلوه في كل المجالات، وحضرتك انك كنت موجود في الجلسه وسمعت الحقيقه اشاده كبيره جدا لوزاره الداخليه لما يبذلوه رجال المرور اللي في الشارع طول النهار. ده حقيقي. وربنا يكرمهم، لان فعلا يعني بذلوا جهد خارق لتنظيم المرور. والحقيقه موضوع المرور مش مشكله الداخليه بس، انما هي مشكله متشابكه مع وزارات اخرى كثيره. طبعا حضرتك عارف. طبعا ويمكن شبكه الطرق اللي الحقيقه اتعملت في القاهره الكبرى الحقيقه سهلت شويه من موضوع المرور في مصر بشكل كبير جدا جدا، الا بعض المناطق اللي لسه بيخططوا انهم يشوفوا فيها كباري او طرق جديده. لا هانت باذن الله، وربنا يقويهم باذن الله. الف شكر لحضرتك يا فندم. كل شكر لحضرتك سياده اللواء سياده النائب محمد صلاح ابو هميل عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب.